الانتخابات الرئاسية في أي دولة في الدنيا فيها نظام رئاسي هي الانتخابات الأهم، ممكن عشان الجمهور يبقى عارف احنا عندنا نوعين من الدول، نظام رئاسي ونظام برلماني. النظام الرئاسي رئيس الجمهورية هو اللي بيملك كل الصلاحيات التنفيذية، في النظام البرلماني بيبقى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هو وظيفة شكلية. النظام السياسي المصري يوثق للدستور، رئيس الجمهورية بيحتل فيه موقع مهم للغاية، لا يملك كل السلطات في سلطات أخرى تشريعية وقضائية، لكنه هو الذي يملك أغلب السلطات التنفيذية. وبالتالي لما بينتخب رئيس الجمهورية وبيبقى في ظروف تحديدا زي اللي بنتكلم عنها في السياسة الخارجية، عندنا أوضاع إقليمية أوضاع دولية معقدة جدا وفيها كثير من الأزمات، رئيس الجمهورية في الدستور المصري وفي النظام الرئاسي هو صانع السياسة الخارجية. وزارة الخارجية تنفذ، رئيس الحكومة لا شأن له بها، وبالتالي ده أول شيء مهم. الشيء الثاني، إحنا في مرحلة من بعد ثورة يناير ثم ثورة يونيو، الحقيقة لابد إن إحنا نتطور إلى الأمام ديمقراطية، ده أمر لا غنى عنه ولا مهرب منه، وده كان له أثر قبل انتخابات الرئاسة في الحوار الوطني. الحوار الوطني كان خطوة شديدة الأهمية، الرئيس في 26 إبريل السنة اللي فاتت قال بشكل واضح أنه الإصلاح السياسي تأخر وكان عندنا أولويات أخرى، وبالتالي الحوار الوطني جه عشان يفتح هذا الباب إلى مزيد من الديمقراطية اللي ما كانتش يعني واخدة حقها قبل كده في فترات سابقة.